هيدا العميل. بتقلي وين العميل؟ قلك هيدا العميل الخليوي اللي بإيدك. هجوم إلكتروني إسرائيلي. إسرائيل فاخترقت النطاق بعد أن اكتشفت إسرائيل الموجة التي يستخدمها عناصر حزب الله وخرقتها. قالت السفارة الإيرانية في بيروت إن السفير ومعه حارسين اثنين أصيبوا بجروح. هجوم غير مسبوق وعملية نوعية فريدة تسببت في حوادث استثنائية هزت لبنان. عملية الهجوم تمت عبر أجهزة نداء لاسلكية بدائية يمكنها إرسال رسائل دون اتصال بالإنترنت تسمى البيجر، وهو جهاز يستقبل إشارات راديوية رقمية من شبكة الاتصالات، وهذه الإشارات تحتوي على معلومات مثل النصوص أو التنبيهات. ورغم فقدانها لشعبيتها أمام الهواتف الذكية والمحمولة، إلا أن هناك بعض المجالات تعتمد عليها بشكل كامل مثل الرعاية الصحية وخدمات الأمن والحراسة وخدمات الطوارئ وغيرها. اختلفت الروايات حول أسباب ما حدث، فبينما اعتبرتها الحكومة اللبنانية هجوماً سبرانياً على الأجهزة، قال آخرون إن إسرائيل ربما تسللت إلى سلسلة التوريد الخاصة بأجهزة البيجر وفخختها قبل أن يتم نقلها إلى لبنان. بحسب مصادر خاصة تحدثت لشبكة CNN، وقف وراء العملية جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد والجيش الإسرائيلي. ومع انكشاف خيوط العملية تزايدت التكهنات حول كيفية استغلال أجهزة الاتصال اللاسلكية منخفضة التقنية في عملية كهذه. بحسب خبراء، فإن اللافت أن تلك الأجهزة ليس بها نظام تشغيل يمكن اختراقه أو التحكم فيه عن بعد، كما أن برمجياته لا يمكن إخضاعها إلى شبكات يمكن من خلالها تلقي أوامر عن بعد، بل تعتمد تلك الأجهزة على بعض البرمجيات المسجلة بشكل مسبق لتنفذ أوامر محددة موضوعة على مكونات رقمية لا يمكن الخروج عنها، وبالتالي فمسألة اختراقها لتنفذ أمراً غير مألوف أمر غير وارد أو جائز. وبالتالي رجح خبراء أن تكون تلك الأجهزة مفخخة قبل أن يتم استيرادها وإدخالها إلى لبنان، أو أن تلك الأجهزة تم برمجتها في المصنع على إحداث تدمير ذاتي لنفسها عقب تلقي رسالة محددة تأمرها بفعل ذلك. الفكرة كلها في الجهاز نفسه، الجهاز نفسه مفخخ. هناك فرضية أخرى، وهي أنه تم تحفيز بطاريات الليثيوم الموجودة داخل أجهزة البيجر، مما أدى إلى زيادة التحميل عليها، وبالتالي حدث ما شاهدناه في لبنان. ولكن خبراء رجحوا أن هذا سيناريو بعيد، خاصة وأن تلك البطاريات التي تحدثوا عنها تستخدم في كافة الأجهزة التي نحملها جميعاً حول العالم، وهي مؤمنة بالكامل، ولا تحدث هذا التأثير إلا إذا تم التلاعب في مكوناتها ليكون لها هذا التأثير. أكيد اتلعب، لأن أنا بتخلي الأجهزة اللي معانا والتابلت والعربيات لا، نسبة الأمان فيها عالية جداً لدرجة إن هم بدأوا يسمحوا بيها أنها تطلع الطيارة. تفتح هذه الأحداث غير المسبوقة آفاقاً كبيرة للتفكير في سيناريوهات ربما قد يصبح فيها كل شيء يعتمد على التكنولوجيا في حياتنا سلاحاً. فالهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها تعتمد كلها على التكنولوجيا وبطاريات الليثيوم، مما قد يجعلها أسلحة موقوتة. لو في الاخر مش عايزين الناس برضو تهلع، لان انا شايف حاجات منتشره على السوشيال ميديا واشاعات، دي عمليه مخابراتيه بامتياز يعني، وموضوع واضح.